صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. البطاطس متعددة الاستخدامات، بطاطس يعني كل العالم ما يقدرش يستغنى عنها، ولكن تعالوا نعملها النهاردة مشوية بطريقة بسيطة وسهلة، بما ان احنا بنعمل طعمية، والطعمية طبعا زي ما حضراتكم عارفين بتتطلب شوية بتنجان مقلي، شوية بطاطس مشوية مقلية، تبقى التوابع بتاعتها. المقادير على الشاشة، بطاطس والأعشاب، البهارات الجميلة الحلوة هنعملها بزيت زيتون بطريقة سهلة وبسيطة. هنمسك البطاطس الأول نقطعها مكعبات بالشكل ده كده، وأهم حاجة لما تيجي مالها لما نيجي إن احنا البطاطس دي نشتغل فيها يفضل إنك انت تغسليها وتحطيها في مية عشان طبعا لونها ما يسودش منك، وفي نفس الوقت كمان تحافظ عليها. بس انصحك طبعا ما تحطيش ملح معاها خالص، عشان الملح بيعمل ايه يا عم الشيف؟ بيهريها. حلو الكلام؟ يعني في حاله تخزين البطاطس في ميه حذاري انك تحط ملح، ويفضل انك تحطها في الثلاجه بالشكل ده كده اهو. لازم تقطعها كمان بسكينه حاميه، بقطعها انا مكعبات بالشكل ده كده. البطاطس من الحاجات اللي احنا لما بنروح على اي محل او اي مطعم بنشتري بيقول لك عايزه بطاطس مقليه، بطاطس مشويه. اعتقد بتبقى فيه مجمدات في البطاطس، انا مش بحبها ولا ضدها. يفضل انك انت تعمل البطاطس في البيت بالشكل ده كده. حلو، ولكن انا شخصيا كمان بحب البطاطس المشويه افضل من المقليه، على الاقل ما بيبقاش فيها زيت كتير. كميه بطاطس حلوه اهي زي الفل، يعني نشويات يعني كربوهيدرات مفيده جدا، والاطفال ما يستغنوش عنها ولا الكبار كمان يستغنوا عنها. دايما بتبقى توابع لبرجر بناكل، فراخ بناكل، مشويات، مقليات، البطاطس دايما معانا. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي ونتبلها مع بعض. زي ما هي معانا كده بنحط عليها معلقة فلفلة حلوة. الله، شوية ثوم مفرومين ناعم. غذيها بقى، كل ما تحط عليها حاجة كل ما بتزيدي من القيمة الغذائية بتاعتها، كل ما تزوديها من التوابل أو البهارات بتزودي من القيمة الغذائية بتاعتها. شوية بابريكا حلوين، شوية كزبرة ناشفة، شوية كركم كده. اعتقد ان البطاطس خدت الطعم، ولكن ما تستغناش عن الزعتر يا عم الشيف. دايما الزعتر بيجاور البطاطس. فلفل اسود، الملح بتاعنا، وهناخد الخلطه دي كلها او نقلبها مع بعضيها. ولكن معانا مشكله، ايه يا عم الشيف؟ دايما لما بنيجي نعمل نوع البطاطس ده الخلطه بتسيب من البطاطس، فازاي نثبتها؟ هو ده الكلام بقى، هي دي التركايه. ننزل بزيت زيتون كده عليها، وانا عايز التوابل تمسك في البطاطس. حذري انا هعمل ايه دلوقتي. حلو الكلام، نقلب ده كده مع بعضه اهو. لو انت دخلتها الفرن تشويها بالشكل ده كده هتلاقي التوابل او الثوم او البهارات ثابت من البطاطس. فنعمل ايه يا عم الشيف؟ معلقه دقيق صغيره بتحطيها بتغلف البطاطس دي كده، في حاله لما تشويها بتخليها كريسبي، وفي نفس الوقت كمان بتثبت التتبيلة على السطح الخارجي للبطاطس. معلقة دي زي دي كده بسيطة خالص صغيرة. دي كفاية قوي عشان ما تعجنش منك. بنقلبها كده. شفت الفكرة الصغيرة دي؟ اهي. عندنا الطاسة على النار سخنة. أو صينية بتاعت الفرن. نعم يا غالي، لا ما تتقليش في الزيت كده، دي لازم تخش الفرن. لو احنا حابين نعملها بنفس التوابل دي بنقليها في الزيت الأول، تطلع من الزيت وهي سخنة تخش عليها التوابل دي، ولكن دي تسمى بطاطا حارة في المطبخ اللبناني أو الشامي. بطاطا حارة يعني البطاطس الحارة، إخواننا اللبنانيين بيسموا البطاطس بطاطا عشان ما ناخدهاش على دي البطاطا الحلوة. شفت الخلطة دي؟ عاملة زي الشيش طاووق. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف في قلب الطاسة دي. اللهم صل على النبي. يلا بينا، يلا بينا.
نفرتها كده وهندخلها الفرن في درجة حرارة 180، عشان كده أنا بدأت بيها، على ما تستوي معانا نكون جهزنا بقية الإيه المنيو بتاعنا زي ما هي كده في الفرن. يلا بينا على الفرن. أهم حاجة التتبيلة اللي أنا حطيتها مع حضراتكم، ضفت معلقة دقيق صغيرة، معلقة الدقيق دي بمثابة تثبيت التوابل أو الخلطة اللي أنا حطيتها على البطاطس. هاخدها زي ما هي كده وأشوف أخبار الفرن معانا إيه. حلو الكلام، أنا عايزه كده بالظبط في درجة الحرارة 180، وندخل البطاطس دي معانا. يلا مع السلامة. الله، هو ده الكلام. بص عليها، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اهي سامعين الصوت ده؟ لازم الطاسة تكون سخنة معانا، وانا زي ما حطيتها على عين البوتاجاز. بص على الحلاوة دي، بص على الجمال ده، شوية بطاطس عجب. اهي هي جاهزة اهي. شوف البطاطس والحلاوة بتاعتها، هو ده الكلام. انا طلعت البطاطس قبل ما اشتغل في البتنجان، دايما في ابهار طهوي وبيبقى فيه تركايه كده مش بنبخل بقى على حضراتكم. نتيجه للزيت اللي انا حمرت فيه البطاطس ده والتوابل اللي انا حمرت فيها البطاطس، باخدها دلوقتي واضيفها للحمه المفرومه اللي انا يا عم الشيف هحشي بيها البتنجان. شفتوا بقى الفكر ده كده؟ عندي شويه زيت، عندي شويه توابل حلوين. ناخد البطاطس دي نغرفها، وانا عايزك لما تبقى في المطبخ تبقى زي كده، عندك فراسه الايه الابداع. مكان تحمير البطاطس عايزه انا. ده الحله دي ما تروحش على الحوض ولا تتغسل، خلي بالك. تومه متحمره، شويه زعتر فيها، شويه بهارات حلوين. البطاطس دي انا بحبها قوي على فكره، مش شاربه زيت. حتى الطبق اللون البطاطس لون فسفوري، يعني اللون الفسفوري من الالوان الفواتح الشهيه اللي هي بنت عم البرتقاني. الله، واعتقد ان البطاطس دي هي عدل الطعميه اللي انا عملتها دلوقتي. بقى في كربوهيدرات ونشويات. هناخد الطبق ده كده نحطه هنا كده، مخرجنا عايزه هنا، الف هنا وشفا للي ياكل. طيب ممكن جرنش كده معانا. الفكره كلها ان انا عايز الحله او الطاسه او الصينيه اللي انا عملت فيها البطاطس، واقول لحضراتكم دلوقتي ليه.